خطوات مثيرة للجدل وإطلالات صاخبة تصنع الحدث ورسائل متبادلة مع ولاة الأمر حفاظاً على الصورة الكاملة من الاهتزاز. أميرة آل سعود الأنيقة والسيدة التي عاشت حياة من ترف ورغد، فلا تعبأ بهؤلاء الذين يحسبون عليها تحركاتها خطوة بخطوة قبل أن يفاجئها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برسالة غير متوقعة جعلتها تعيد التفكير في كل ما حدث خلال سنواتها الماضية. إليكم أصل القصة. الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود، صاحبة 43 عاماً والراغبة دوماً في صناعة الحدث، سواء كان ذلك بزيارات غير متوقعة أو إطلالات جريئة شديدة الأثر، الأمر الذي دفع بعض المقربين منها من توجيه بعض التحذيرات في أن تهدأ في مشاركة بعض تحركاتها في حياتها الخاصة وصورها التي دائماً ما تثير الجدل. لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر أن تجهز لها مفاجأة غير متوقعة من نوع خاص حينما دعم تحركاتها كافة ورغبتها الجامحة في صناعة الحدث، خاصة وهي التي تحاول إظهار جمالية التراث الثقافي في المملكة، فغالباً ما تظهر بملابس محلية أو تلجأ للقيام ببعض التقليديات المتعارف عليها في مناطق في السعودية. كانت الرسالة من جانب ولي العهد بمثابة الضوء الأخضر للأميرة السعودية، إذ ارتأت سياسة البلاد في عهد الملك سلمان ومن ورائه ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، وهي سياسة قائمة تعتمد على تقدير النشاطات الاستثنائية التي يقوم بها العديد من أمراء وأميرات الأسرة، وهو ما يمثل مصدراً داعماً قوياً من ولي العهد لتحركات أبناء عمومته. هنا بدأت تحركات الأميرة الحسناء مألوفتان في جميع أوساط المجتمع المحافظ، وحافظت على نمطها الاستثنائي في الحياة السعودية ومجتمع السعودية. من وقتها أضحى ظهور الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود في الأوساط والمناسبات العامة داخلياً وخارجياً أمراً مألوفاً، برز اسمها عالياً خاصة مع دعم القيادة السياسية في المملكة تحركاتها. ولعل أبرز ظهور للأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود ذلك الذي ارتدت فيه الغضبة أو زي العرس التقليدي في منطقة جازان السعودية، وبثت هند آل سعود عبر حسابها الشخصي مقطع فيديو مصورا أثناء تجربتها لفستان زفاف العروس التابعة لمنطقة جازان لمجرد التجربة ليس إلا. وتجهزت الأميرة هند بكل لتفاصيل العروس الجيزانية وأطلت على جمهورها لتشاركهم اللحظة الفارقة في حياة كل فتاة جيزانية تقبل على ليلة العمر. وكان الظهور غير مألوفاً بعض الشيء، إذ تحلت بحلي جيزان الكاملة وكأنها عروس جيزانية ليلة عرسها، ولم يستغرق تجهيزها أكثر من ساعة واحدة. وتستهدف الأميرة زيارة المناطق التراثية والسياحية الكبرى في المملكة والتعريف بها وبتراثها التاريخي لفتح الباب أمام زوار المملكة من الداخل والخارج.